السلام عليكم اخوت، فيديو جديد على قناة ياسين برو تي في. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي كنحطو، غير بما انه انا رجاوي بغيت نتكلم شوية على المدرب الجديد ديال الرجا اللي سيناو معاه البارح. المدرب الماني سبق لي درب، انه درب في جنوب افريقيا على حساب البروفيل ديالو. حنا كنعرفوا الصرامه ديال المدربين الالمان، وبالخصوص يعني السيد غادي يكون يعني صار مع اللعاب، وهادشي اللي بغينا يعني مؤخرا راه كل شيء شاف كيفاش ولا الفيستيار عند الراجا. ومزيان انه درب في لافريك، يعني كيعرف الكره الافريقيه مزيان، يعني ما تحتاجش تجيب مدرب عاد يعرف اللعب ديال البطوله، عاد يلعب يعرف اللعب ديال لافريك، يعني ديجا عنده خبره. مدرب ماشي كبير بزاف، يعني غادي يكون فاهم اللعابه. ديجا سمعتو كيهضر فين كان في جنوب افريقيا، وكان فيه شي حوايج زوينين. يعني هو من النوع ديال المدربين، مدرب ومكون، يعني تيبغي يطور اللعاب. وديجا قام مشكل في جنوب افريقيا انه قالك اللعابه ما تيطوروش راسهم، يعني بالنسبه للرجاء مزيان مكون ومدرب. مزيان جا في هذا الوقت يشوف هذه الماتشات ويشوف اللعابة ويشوف شنو خاص، خصوصا العام الجاي انه عندك غير بطولة وكاس العرش. يعني على حسب ما الهضرة اللي خرجات انه الرجاء داروا معاه انه ضروري العام الجاي ان شاء الله يجيب البطولة وكاس العرش، حيت ما يكونوش عندك منافسات بزاف، يعني خاصك تركز على البطولة. وفي حالة ما كأبعد تقدير أبعد تكلاس أنت الثاني باش تقدر العام اللي مورا تشارك في العصبة، كي يعرف اللعب ديال العصبة، تيعرف اللعب ديال الاتحاد الإفريقي. يعني ما غاديش يقام مدرب مشكل، حيت أغلبية المدربين اللي جبتيه براني تيقادك المشكل ديال الكره الافريقيه، ما تيكونش سبق ليه انه درب في افريقيا، تيكون واحد المشكل. بالنسبه لهذا المدرب مزيان، انه ديجا درب في جنوب افريقيا ولعب كؤوس افريقيا، لعب ضد الرجاء، كيعرف الجمهور ديالها. يعني هذا الشيء اللي كان خاص الرجاء في النظر ديالي، مدرب عنده تجربة إفريقية مزيانة. حتى النتائج اللي كان حقق في جنوب إفريقيا، يعني السيد خسر غير شي 7 الماتشات ولا 8، يعني داك البروفيل تتقلب عليه الراجا، أي حكم ولا كيما تنقولو غادي يزير لك الفيستير، هادي مزيانة. وهاد الماتشات اللي بقاو في البطولة وكأس العرش غادي يقدر أنه يحكم على اللعابة اللي غادي يبقاو اللي غادي يمشيو، والمكان ديال الخصاص. هذه هي احسن حاجه، ونتمنى ان شاء الله نحقق معاه الالقاب. شكرا.